هاد الناس هادو راه ظلموني وبيخرجوني ما حلو يلحوني للزقة، وراه ما يمكنش غادي نخرج ديهم من هنايا الا الموت، الا يهدموها عليا ولا نموت يهزوني الروضة، راه ما غاديش نخرج منها لان ما عنديش البديل وما عندي فين ووحداني سوى الله سبحانه الا ولي ليا. الدولة اللي حطاتو ماشي تهجم على ملك شي واحد، تهجم الدولة اللي حطاتو الا كان تهجم على ملك شي واحد راه سكنوا تعمير التهجمات والعمره وسكنوا تعمير والعماله اللي تهجموا على ارض الناس، اما هو ما تهجمش. السلام عليكم، انا في الساكنه ديال التعبات، اسمي ديالي اكوس عبد الله، في الساكنه ديال التعبات. انا كان واحد المشروع ديال صاحب جلال الله يرحمه، محاربه القزدير، محاربه السكن العشوائي. انا من هذوك الناس، استفدنا، عطاونا البلانات، عطاونا رخصي، عطاونا المسائل ديالنا في 1991 الى اليوم هذا. صبحت واحد السيده، الى اليوم هذا صبحت واحد السيده جات تقول لك الارض ديالها والدار ديالها وخدا، ودابا تهددوني، دابا حكموا عليا بالافراغ. دخلنا للحكم، دخلت للمحكمه انا وياها، الحكم الابتدائي، الحكم الابتدائي تحكم الصالح ديالي انا، الاستئناف فاش طلع الاستئناف ولا حكم اخر وتحكم الصالح ديالو هما، ودابا انا مهدد. وهاد الناس دابا جات السلطة ديك النهار بيخرجوني، قلت لهم أنا ما خارج، وأنا راه ما عنديش فين نخرج، أنا تقاعد، أنا راه 62 ما بقى لي هو تقاعد، أنا مريح، عمري كلشي فنيتو على الدار، رزقي كلشي فنيتو على الدار، وعندي ثلاثة ديال الدراري، عندي البنات، فين غادي نخرج أنا وولادي، فين؟ أنا راه ما خرجتش لهم من هاد الدار هذا إلا حتى يهزوني للروضة. تنشت صاحب الجلالة الله ينصرو باش يشوف ليا، يدخل ليا في هذا الشيء، وتنطلب من السيد العامل حتى هو باش يدخل ليا في هذا الشيء. انا راه الغالب الله، انا هاد الناس عقهروني، هاد الناس هادو راه ظلموني وبيخرجوني ما حلو يلحوني للزنقة، وراه ما يمكنش غادي نخرج ليهم من هنايا الا الموت، الا يهدموها عليا ولا الموت يهزوني الروضة، راه ما غاديش نخرج منها لان ما عنديش البديل وما عندي فين ووحداني سوى الله سبحانه الا ولي ليا وللجميع. السلام عليكم. اليوم كما تتشوفوا اليوم جاوا الناس، مجموعه ديال الناس اللي كاينين من ديابات، وجاوا الناس من صويره تيضاونوا مع السي عبد الله اللي معروف في القضيه ديالو، انسان كان استافد مشروع ملكي، مشروع تاع الحسن الثاني رحمه الله، المشروع اللي كان مدن بدون صفيح. ومن بعد السنوات هذه تيجيو ناس تيقولوا بان هاد الارض ديالهم محفظه وجايبين وثائق ديالهم. حنا المهم ما نشككوش فيها، ولكن تنشككوا في واحد الحاجه، لان الدار اللي السي عبد الله بناها وكان عنده رخص ديالو وكان عنده وثائق تاعو، كل شيء كان قانوني. جاو هاد الناس هادو حفظوا هاد الدار من بعد فاش بناها هو، واحد تقريبا 3 سنوات هذه ولا 4 سنوات جاو حفظوا هاد الدار، واليوم جا قرار افراغ، جا قرار من المحكمه الابتدائيه باش يفرغوا هاد السيد، السيد اللي ساكن في الدار كما قلنا فوق من 42 سنه، واليوم بيجوا بيتبقوا عليه، واحد قرار ما عرفناش حنا، لان الحكم الابتدائي كان صالح السي عبد الله، والحكم الاستئنافي دار 360 درجه، يعني الظروف هذه بحال هكا ما فهموش، لان حكم ابتدائي حتى هو عنده الثقل تاعو، يعني فاش تقام هذا الحكم الابتدائي يعني تقام بشهادات باثباتات، ولكن السي عبد الله تهاون تاعو، وقع حكم ابتدائي، حكم استئنافي. فاش وقع الحكم الاستئنافي كما قلنا دار 360 درجه، يعني تحكم صالح هذيك السيده اللي دابا اليوم بتشردوا هو الاسره تاعو، كما الاسره تاعو والولاد تاعو، انسان
في مرحله تاع التقاعد انسان فات 60 عام يعني بيرتاح مع راسو. عاد حنا دابا تنشوفوا بحال هاد بحال الانتهاكات هادو يعني، ونتمنوا يدخلوا السلطات المعنيه ويوقفوا لان التشرد والتشريد حاجه ما تقبلهاش، القوانين الدوليه ما تقبلهاش، لانه في الميثاق العالمي لحقوق الانسان، لانه ضد التشريد والتشرد. وشكرا. السلام عليكم. هاد الناس راه تجمعوا عليهم الاخرين، هاد الناس راه ماشي تجمعوا على ارض شي واحد ولا سكنه ديال شي واحد. الدوله اللي حطتهم 88 89 90 كانت اللي جان بين الجماعات البلديه والسكنه والتعمير والعماله، تيديروا اللي جان بالليل وبالنهار باش تلاقاو الناس في البرارك ديالهم. الناس راه تزادوا هنا ولدوا ولادهم في 90 عيطوا للناس قالوا لهم جوا باش تديروا، عطاهم البلانات وعطاوهم الرخيصه باش يبناو. الناس بناو، في كانوا هاد الناس من التسعينات حتى 2015 اللي حفظوا 2015 شدوا شهاده اداريه من عند رئيس المجلس البلدي باش حفظوا. في كانوا هادشي من عام، حنا ما غاديش نضيعوا الناس الا كانت ارضهم تكون بين الشراكه بين السكنه والتعمير والعمران والعماله، يعوضوا الناس في كنت اخر ولا يعوضوا لهم مال باش يخرجوا الناس بالظلم. لا هذيك راه ما مقبولاش، وهذه يحيدوا هادو ويتهجموا الاخرين لا ما مقبولاش. السكينه كلشي متحده مع سي عبد الله وطنط الله السلطه المحليه وسيدنا الله ينصرو يدخل في هذا الموضوع. هذا السيد فين غادي يبو وليداتو؟ فين بيخرج؟ الدوله اللي حطاتو، الدوله اللي حطاتو ماشي تهجم على ملك شي واحد، تهجم الدوله اللي حطاتو. الا كانت تهجم على ملك شي واحد راه سكنه وتعمير تهجمات والعمران وسكنه وتعمير والعماله اللي تهجموا على ارض الناس. اما هو ما تهجمش ولا املاك المخزنيه هما اللي حطوهم. حنا تنطلبوا من سيدنا الله ينصرو يدخل ويشوف بعين الاعتبار لهذا السيد، ما عندوش فين يمشي والساكنه كلها متحده معاه. والله ينصر سيدنا. دابا كنتضامن مع السي عبد الله، انا واحد من الموتين ديال 135 عائله اللي استفدت من المشروع ديال الصفيح. انا ذاك اللي عينوا المرحوم حسن الثاني باش يتبقاو باش تكون جميع المدن، باش ما تبقاش شي مدينه تبقى بالصفيح. والسي عبد الله من واحد الناس يستافدوا من هذا المشروع هذا، وحنا 135 عائله، واليوم السي عبد الله كيطبق عليه بوحده، كيطبق عليه الافراغ. علاش هذا السيد هذا بالضبط؟ الا كانت هذه السيده هذه الا كانت الارض ديالها راه من حقها الناس ترجعها، قلناها في مرابط اعلاميه من قبل. ولكن باش تمارسي عليا انا الاستفزاز بوحدي وتفرض عليا باش انه الافراغ ديالي بوحدي، هذا الشيء راه ما يمكنش. خصنا نعرفوا علاش، حيت هاد الناس هذو الا كانت الارض ديالهم راه يسترجعوها على طريق الدوله. ماش نجي نخرجوا حنا لعبد الله نقول له اجي خرج بحالتك من هاد الدار هذه، واش حنا حيت هو مستافد؟ وشكون اللي مستافد مع السكنه والتعمير؟ هو ما ترماش على الارض. هاد الناس هادو كيدعوا معاه على اساس انه ترمى على الارض، وعلى الناس على اساس انه راه دا لهم الارض ديالهم وبنى فيها، وكيدعوا معاه على انه التربينيه راه ديالتهم. وهاد الناس هادو كلشي تيشهدوا 135 عائله استفدت، وهما منهم هي من الناس اللي استفدت من من, من من المشروع ديال المدن بدون صفيح. كيفاش دابا انت غادي تجي واحد النهار غادي تقولي لي انا راه غادي نخرج من هنا؟ الا كنتي غادي تقولي خرج من هنا غنخرجوا كاملين، الا كنتي غاتبقى غادي نبقاو كاملين. ولكن باش غادي يجي هاد السيد هذا تظلمو غير هكذاك؟ هذا السيد حنا راه ما غاديش نتخلاو عليه. صعب العزوي راه الا خرج السيد هذا راه غتنوض واحد غادي يوقع واحد المشكل كبير، واحد الفتنه واحد الفوضى، لانه دابا كلشي هاد الساكنه هذه 135 عائله ما بقاش عندها الامان، ما بقاش عندها الثقه في شي واحد. الا خرج السي عبد الله حتى هما راه مهددين. السي عبد الله بحال قلتي بحال داك السلم، الدرج الاول اللي كاين في السلم هو السي عبد الله. الا بدينا بالسي عبد الله راه هذيك 535 عائله كلها حتى هي راه مهدده. الا تضامنا وبقينا مع السي عبد الله وبقينا تنعطوا بقينا تضامنا لاخر لحظه، راه ما كاينش شي واحد اللي غادي ما كاينش واحد اللي غادي يخرجنا. وحنا تنقولوها وتنكرروها راه ما غاديش نخرجوا من هنا، وما غاديش يتنازلوا على الحق ديالنا. الا تنازلنا على الحق ديال واحد بحال كأننا تنازلنا على الحق ديال 135 عائله، وحنا راه خوت بعضياتنا وراه غادي نتضامنوا وغادي نبقاو معاه الى اخر رمق، راه ما غاديش نتخلوا عليه. ولكن في نفس الوقت ما بغيناش كل مره نشوفوا في هذا الظلم هذا. راه السي عبد الله تا هو راه ما بقاش مرتاح في الحياه ديالو، راه كل مره غادي يبقى يخرجوه قدام الدار ديالو، ما بقاش هاني في بالو، ما بقاش في المعيشه ديالته، ما بقاش مرتاح، ما بقاش هو هذاك. راه هذا راه نوع من الاستفزاز. حيت الا بديت تطبق عليا طبق على كل شيء الناس. علاش بالضبط انا؟ واش انا جيت تراميت؟ والوثائق كتضبط تقول بان السكنه والتعمير سلمات السي عبد الله في التاريخ كذا 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 كذا. دونك علاش غادي يجي عندي انا واحد النهار وغادي تقول لي خرج؟
سيري عند السلطات، سيري عند الناس اللي عطاو ليه الارض، سيري الداعي معاهم، سيري دير شي حل. راه كاينين بزاف ديال الادارات، ولكن اختارين حنا داك ديك النقطه الضعيفه البوان فيبل اللي كاينه في هذا الشيء هذا كامل، هو السي عبد الله. علاش بالضبط السي عبد الله؟ علاش بالضبط؟ ما يمكنش. وعاش الملك، وعاش الملك. حنا راه ما تخلوش على السيد هذا.